ساعة جديدة على شاشة القاهرة الإخبارية، أهلا بكم. أهلا بك أحمد. مرحبا رغدة، مرحبا بكم. كنا قد تابعنا منذ لحظات المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية المصري والسعودي، ولدينا حضر اجتماعات الجامعة العربية في اجتماعاتها على المستوى الوزاري، حيث تم مناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالسودان واليمن وأيضا البحر الأحمر، كما تم التأكيد على أنه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لتدشين المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري شهدت دعم رؤية المصرية بشأن الحدود مع الجانب الفلسطيني. وفي مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد بالقاهرة، أشار أبو الغيط إلى أن الاجتماع جدد تأكيد الدعم العربي للقضية الفلسطينية وضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، مبينا أن الموقف الأوروبي تجاه القضية في غزة بدأ في التغيير تدريجيا. الموقف الأوروبي بيتطور تدريجيا. في البداية رأينا ما بعد 7 أكتوبر مواقف أوروبية ربما حادة في انتقاد عملية 7 أكتوبر، ربما أعطوا الانطباع أنهم يعطونا يعني كارت أبيض أو حق إسرائيل للتصرف، ولكن وبعدما تبينوا قدر الإجرام والوحشية في التصرفات الإسرائيلية بدأ التأييد الأوروبي أو التفهم الأوروبي للتصرفات الإسرائيلية ينكمش، والآن هناك تحول واضح جدا على مدى الأسابيع والشهور الأخيرة، يتحولون إلى الدفاع عن الشعب الفلسطيني في هذه المأساة التي يتعرض إليها. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يعد مطلبا عربيا فقط، بل مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود. وأضاف أبو الغيط خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب أن الأجندة الإسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي وتحقيق التطهير العرقي والتهجير. لقد مرت شهور قبل أن تنطق دولة بعينها أو دول بعينها بكلمة وقف إطلاق النار، وعندما أدركوا فداحة الجريمة وطلبوا بوقف الحرب كان الوقت قد تأخر، وصار المعتدي واثقا من أن أحدا لن يراجعه وأنه فوق القانون وفوق المساءلة وفوق العدالة الدولية، سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية، وفوق الأمم المتحدة وقراراتها، بل وفوق مجلس الأمن وما يصدر عنه من قرارات تدعو بوضوح لوقف إطلاق النار. وإذا كان الاحتلال يمارس الإجرام من أجل الانتقام فهو مدان بالقتل ومجرد من الإنسانية، ولكن الهدف يتعدى في الحقيقة الانتقام، الغاية أبعد من مجرد الإخضاع والترويع. لدى الاحتلال وهم بأنه باق أبد الدهر وأنه سيلتهم الأرض الفلسطينية مجردة من سكانها، لذلك فإن جدول أعماله وأجندته الحقيقية تتخفى خلف حجة الأمن التي يخاطب بها العالم. من جانبه أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد يدعم بشكل كامل الجهود المصرية القطرية الأمريكية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف بوريل أن حل الدولتين أصبح أمرا صعبا في ظل إدانات المجتمع الدولي الذي لا يحقق شيئا على أرض الواقع، مشددا على أن المبادئ الأساسية لتسوية القضية الفلسطينية تحتاج إلى إرادة سياسية.
الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجهود التي تبذلها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر فيما يتعلق باتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن حتى الآن لم توقع ويبدو أنه لن توقع في المستقبل القريب. لماذا؟ ببساطة لأن القائمين على اندلاع هذه الحرب ليس لهم مصلحة في وضع حد ونهاية لها. أكدت كبيرة منسق الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة سيجريد كاج أنه لا مكان آمن في قطاع غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء المستمرة. وطلبت كاج بضرورة استمرار حملة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة وفتح المعابر البرية كافة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. نحن نحتاج إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح للمحتجزين، وأيضا أن يكون هناك استمرار لتوصيل المساعدات بمدى واسع وفقا لقرارات مجلس الأمن قرار 27/36، وأيضا فيما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لابد أن يحترم، وإن حماية المدنيين لا زالت هي الأولوية القصوى. وكما سمعت منذ قليل إلى زميلي فيليب، كما قيل أكثر من مرة إن الأونروا لابد أن يسمح لها أن تقوم بالوصول إلى وتوصيل هذه المساعدات كل يوم وفي أي يوم. وبينما نحن نتحدث حول عمليات لقاحات شلل الأطفال، فإن منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف والإضافة أيضا إلى الشركاء المحليين يقومون بعمل أكثر حملة معقدة لنشر هذه اللقاحات، إنها تنفيذها صعب للغاية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن اتفاق هدنة مع حركة حماس سيسمح بالإفراج عن المحتجزين في غزة، وأشار إلى أنه سيمثل فرصة استراتيجية لإسرائيل لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات. وأوضح جالانت أن إعادة المحتجزين هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. كان جالانت قد كشف لعائلات المحتجزين أنه على الرغم من الاتفاق على 90% من بنود وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل فشلت في التوصل إلى تسوية. يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استمرار العدوان على قطاع غزة للحفاظ على حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة التي قد تنهار إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ويخشى نتنياهو من المساءلة عن أحداث 7 أكتوبر، لذلك يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بعملية إفشال متعمدة لجميع الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمرا في جهوده الدؤوبة لإفشال خطط الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف نزيف الدماء بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يسعى نتنياهو لعرقلة أي جهود ترمي لوقف نزيف الدم بغزة لإخلاء القطاع بشكل تام من أهله وقاطنيه. ورغم وجود اعتراضات إسرائيلية داخلية وتظاهرات مستمرة تطالب بعقد صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل في غزة، إلى جانب الضغوط الدولية الراغبة في التوصل لاتفاق هدنة يكون مقدمة لاتفاق وقف إطلاق نار دائم، فإن نتنياهو يلقي بكل تلك الضغوط ورغبات السلام خلف ظهره في ظل دعم أمريكي سياسي وعسكري غير متوقع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي. ورغم النداءات الدولية الواسعة بوقف العدوان، إلا أن هذه النداءات تبدو بعيدة المنال بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يصر على إبقاء وضع الحرب قائما للحفاظ على حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة التي قد تنهار إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
العدوان الإسرائيلي الذي يمارسه نتنياهو في غزة تسبب في تدمير البشر والحجر في قطاع غزة، مع استشهاد ما يزيد على 40,000 شخص وإصابة ما يربو على 100,000، فضلاً عن فقدان الآلاف وتدمير أكثر من 350,000 منزل، مع وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض ونزوح مئات الآلاف من أسر سكان غزة. وبات النجاح الوحيد للاحتلال خلال نحو عام على عدوانه في تحويل قطاع غزة ليكون غير صالح للسكن بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. العدوان على قطاع غزة دخل شهره 12 دون تحقيق نصر حقيقي لجيش الاحتلال أو تحقيق أي من الأهداف التي أعلنت عنها إسرائيل قبل بدء الحرب المستعيرة. عدوان تسبب في أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها أكثر من 2,000,000 فلسطيني، في ظل عدم رغبة حقيقية من قبل نتنياهو وحكومته المتطرفة. أدان منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة إنسانية في خان يونس في قطاع غزة، وأكد وينسلاند في بيان أنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات وأنه لا يجب استخدام المدنيين كدروع بشرية. وأضاف وينسلاند أن مثل هذه الأعمال تؤكد مرة أخرى على عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة، ودعا مجددا جميع الأطراف للتوصل فورا إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف إطلاق النار. أدانت مصر بأشد العبارات قصف إسرائيل خيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب غربي قطاع غزة. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن بالغ استنكارها لاستمرار المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين بقطاع غزة في غياب أي تحرك دولي فاعل لوضع حد للمعاناة الإنسانية. وأكدت أن استمرار ارتكاب الجرائم الإسرائيلية بتلك الصورة وعدم الاقتراث بأرواح الأبرياء والمدنيين أصبح يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، داعية الأطراف الفاعلة دولياً للنأي عن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والاطلاع بمسؤولياتها لوقف المأساة الإنسانية بقطاع غزة. كما أشارت مصر إلى أن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بصورة عادلة واستعادة أمن واستقرار المنطقة لا يتحقق إلا بالتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الحالي، مطالبة بتكثيف الجهود للعمل على استعادة الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة حريته. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والدعم الأمريكي للاحتلال جعل المنطقة في مهب الريح. وأضاف أبوردينا أن المجزرة الدموية التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين، إضافة إلى استمرار اقتحام المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية قبل الاحتلال. وأكد أن دون الدعم الأمريكي لما تجرأ قادة الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي بعدم السماح باستمرار هذه المجازر. الآن إلى تطورات الأحداث في الضفة الغربية. فجأة ما سمعنا الحروق وطلع، شفنا أشلاء، فجأة الثاني بده يسع فضربه. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدا القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني باقتحام بعض البيوت، بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تكسير سيارات. أصف الشاهد بدمه.
استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 10 فلسطينيين آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طول كرم، حيث داهمت عدة أحياء، كما حاصرت مستشفى الشهيد ثابت الحكومي ومداخل مخيم طول كرم، ونفذت أيضا عمليات تجريف في الشوارع المؤدية للمخيم. قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن الاحتلال والمستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى المبارك، سواء بعدد الاقتحامات التي تجاوزت 21 اقتحاما أو بأعداد المقتحمين. وأوضحت الوزارة أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال شهر أغسطس الماضي بلغ نحو 7692 مقتحما، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام الجاري. أما الحرم الإبراهيمي الشريف، أوضحت وزارة الأوقاف أن الاحتلال منع رفع الأذان 57 وقتا في محاولة لفرض التقسيم الزمني والمكاني عليها. وأكدت الوزارة أن ما يقوم به الاحتلال يعد اعتداء صارخا وسافرا على صلاحية الأوقاف في الحرم الإبراهيمي الشريف، وبمثابة تعد خطير على قدسيته. حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك رونينبار أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي من أي تغييرات في الحرم القدسي التي قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة شعبية. وأكد أن هذا النوع من التوترات في ظل استفزازات وزير الأمن القومي إتمار بن جفير واقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى يمكن أن توحد الجبهات المختلفة ويؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني. الآن نتحول إلى تطورات الأوضاع في لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان إلى 9 أشخاص. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على أطراف جويا أدت إلى إصابة شخص بجروح طفيفة. وقد استهدف حزب الله موقع رويسات العلم بقذائف المدفعية في تلال كفر شوبة، كما استهدف موقعي زبدين والسماق الإسرائيليين في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة جنوبي لبنان. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن القوات الإسرائيلية تقترب من إتمام مهمتها في قطاع غزة، وأن تركيزها سيتحول إلى الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان. وأضاف جالانت في حديثه للقوات على الحدود الشمالية لإسرائيل في مقطع مصور أن مركز الثقة للقوات سيتحرك شمالا، خاصة أن القوات على وشك استكمال مهامها في الجنوب، مشيرا إلى المهام على القوات الشمالية لم تنجز بعد. والآن إلى ملف الانتخابات الأمريكية. Donald Trump was just found guilty of fraud. Everything Kamala Harris touches turns bad.
the United States re-elect Donald Trump because when he was there, we didn't have any problems. Russia wouldn't have happened with Ukraine. As president, I will stand strong with Ukraine and our NATO allies. People are coming into our country. We have no idea who they are, where they come from. We can live up to our proud heritage as a nation of immigrants. We're going to win back the White House. And I know where the United States belongs. Do we believe in freedom? We will make America powerful. Do we believe in opportunity? We will make America wealthy. Do we believe in the promise of America? We will make America strong. And when we fight, we win. And we will make America great again. يواجه المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب اليوم نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في أول مناظرة بينهما. وتشير الآراء إلى أن المناظرة قد تعيد تشكيل سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل كبير، كما أنها تأتي قبل 8 أسابيع من الانتخابات، فتمثل فرصة لأن تتحول النتيجة لصالح أحد المرشحين. كما تعد هذه المواجهة مهمة لهاريس، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون بأنهم لا يعرفونها بالقدر الكافي، بينما يعرفون ترامب جيدا. ومن المنتظر أن يبدأ التصويت المبكر في بعض الولايات بعد أيام فقط من المناظرة. يستعد كل من مرشحي الرئاسة الأمريكية للمناظرة المرتقبة التي ستجمع الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس للمرة الأولى في 10 سبتمبر. تدخل هاريس المناظرة لإظهار كفاءتها كقائدة للولايات المتحدة، أما ترامب فسيواجه هاريس محملا بمكاسبه من المناظرة الأولى مع رئيس بايدن وأسهم المرتفعة بعد نجاته من المحاولة الفاشلة لاغتياله. مناظرة المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس ينظر لها البعض على أنها ستكون حاسمة نحو وصول أي منهما إلى المكتب البيضاوي، فالمناظرة الأولى بين ترامب والرئيس الأمريكي جو بايدن كانت نقطة تحول كبيرة، حيث وصفت حينها بأنها كارثية لبايدن، مما دعاه تحت ضغوط كبيرة إلى إعلان انسحابه وتقديم كامالا هاريس كبديل له. Is the pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation. انسحاب بايدن غير الديناميكية الانتخابية بشكل جذري، فكامالا هاريس التي تعرف بخطابها القوي ستواجه الآن تحدياً كبيراً في مواجهة ترامب، وفي إطار خبرتها كمدعية سابقة ستستغل هاريس ذلك لمهاجمة ترامب بشكل مباشر فيما يتعلق بإدانته قضائياً، حيث ستسعى لتقديم نفسها على أنها المدافعة عن سيادة القانون والنظام. I held the big Wall Street banks accountable for fraud. Well, Donald Trump was just found guilty of fraud. 34 counts to be exact. في هذه المناظرة سيكون أمام هاريس فرصة لإعادة التوازن للحملة الانتخابية الديمقراطية بعد انسحاب بايدن، كما ستسعى لإظهار كفاءتها كقائدة وقادرة على الوقوف في وجه ترامب مع التركيز على القضايا التي تمس الناخبين بشكل مباشر مثل الرعاية الصحية والحق في الإجهاض والعدالة الاجتماعية. And always fights for the American people. أما ترامب
ترامب الذي له سجل تاريخي من المناظرات مع الديمقراطيين كوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي جو بايدن، فسيدخل هذه المناظرة محملاً بمكاسبه من المناظرة الأولى وأسهمه المرتفعة بعد نجاته من المحاولة الفاشلة لاغتياله. ولكن في هذه المناظرة قد يضطر لتكييف أسلوبه واستخدام استراتيجية معدلة لمواجهة هاريس، فمن المتوقع أن يقود ترامب هجمات مضادة على هاريس في القضايا المحورية الداخلية ومثل الحرب على غزة والحرب في أوكرانيا. Vote Trump and your incomes will soar, your savings will grow, young people will be able to afford a home, and we will bring back the American dream bigger, better, and stronger than ever before. مناظرة ترامب وهاريس واحدة من أكبر المناظرات حسماً وأهمية في المشهد السياسي الأمريكي. هذه المناظرة لا تقتصر على مواجهة بين مرشحين فحسب، بل تمثل صراعاً بين رؤيتين مختلفتين لبلد شهد أحداثاً فوضوية هي أحداث الكابيتول التي لا يزال صداها يخيم على الجميع. فنتائج الانتخابات وهوية الرئيس القادم قد تحمل آثاراً ترسم مستقبل الولايات المتحدة. إذن أنظار العالم تتجه صوب المناظرة بين نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس ومنافس دونالد ترامب، حيث تمثل لحظة حاسمة لكل منهما للتأثير على الناخبين لضمان وصول أي منهما إلى البيت الأبيض. وللمناظرات الرئاسية تاريخ في تحديد هوية الرئيس لما تشهده من عرض للبرامج وإبراز القضايا، فضلا عن محاولة كل مرشح كسب تأييد الناخبين عبر الكشف عن ضعف خصمه. I, Franklin Delano Roosevelt. Harry S. Truman. Dwight D. Eisenhower. John Fitzgerald Kennedy. Baines Johnson. Richard Bilhouse Nixon. Gerald R. Ford. Jimmy Carter. Ronald Reagan. George Herbert Walker Bush. William Jefferson Clinton. George Walker Bush. Barack Hussein Obama. Donald John Trump. Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. المناظرات الرئاسية أهم حدث سياسي في أمريكا، هي لحظة حاسمة للمرشحين والناخبين لما لها من تأثير في تحديد من سيصل إلى البيت الأبيض. The television stations of the United States are proud to provide facilities for a discussion of issues by the two major candidates for the president. مناظرة الديمقراطي جون كينيدي والجمهوري ريتشارد نيكسون في 26 من سبتمبر عام 1960 كانت أول مناظرة رئاسية تبث على شاشات التلفزيون. المناظرة عززت صورة كينيدي كرئيس للبلاد مقارنة بريتشارد نيكسون الذي بدا متوتراً ومتعباً. مناظرة الديمقراطي جيمي كارتر والجمهوري جيرالد فورد عام 1976. There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. حينها تسببت سقطة فورد في إنكار سيطرة الاتحاد السوفيتي على أوروبا الشرقية في عدم إقناع الجمهور لتقود كارتر إلى البيت الأبيض. مناظرة الجمهوري رونالد ريغان والديمقراطي جيمي كارتر عام 1980 كانت جملة ريغان الشهيرة. Are you better off than you were four years ago? لها وقع السحر في نفوس الجماهير، مما جعله الرئيس الأربعين للولايات المتحدة. أما مناظرة جورج بوش الأب وبيل كلينتون والمستقل روس بيرو عام 1992، فكانت القضايا الاقتصادية التي أثارها روس طريقاً لوصول بيل كلينتون إلى البيت الأبيض، حارماً بوش الأب من ولاية رئاسية ثانية. باراك أوباما الديمقراطي ذو الأصول الإفريقية كانت لمهاراته الخطابية حول مواضيع مثل الأزمة الاقتصادية والغزو الأمريكي للعراق كلمة الفصل في فوزه على منافسه الجمهوري جون ماكين
في مناظرة 26 سبتمبر 2008. My social security payroll contribution will go up, as will Donald's, assuming he can't figure out how to get out of it. But what we want to do is to replenish the social security trust fund. مناظرة الجمهوري دونالد ترامب أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون في 26 سبتمبر عام 2016 اتسمت بالحدة، وكان لخطاب ترامب الشعبوي في قضايا الهجرة والوظائف دور هام في استمالة أصوات الناخبين والفوز بالمقعد الرئاسي. You shouldn't be bringing up Wall Street because you're the one that takes the money from Wall Street, not me. Biden. Very confused guy. He thinks he's running against somebody else. He's running against Joe Biden. مناظرة الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري آنذاك دونالد ترامب في 29 سبتمبر عام 2020 كانت الأكثر إثارة للجدل، حيث هذه المرة لعب الخطاب العدواني للرئيس السابق ترامب دورا في خسارته لولاية رئاسية ثانية، واستفاد بايدن من ظهوره المتماسك والهادئ مما عزز صورته كبديل مستقر. من فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا ينضم إلينا ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر مرحبا. إذن هو ترقب عالمي ليس أمريكي فقط لأول لقاء وجها لوجه بين كاملا هاريس ودونالد ترامب والمناظرة الأولى بينهما، لوجستيا ما هي الاستعدادات وكيف تبدو التوقعات؟ خالص التحية لك رغدة وللسادة المشاهدين. كما يظهر في الصورة من خلفي أقف الآن في محيط المركز الوطني للدستور، هذا المركز وفي تمام الساعة 9 سوف تكون هذه المناظرة التي ينتظرها الملايين من الشعب الأمريكي وكذلك الملايين حول العالم. قوات الشرطة رغدة تزداد شيئا فشيئا منذ أن وطأت أقدامنا هذه المنطقة، وهم في ازدياد، منهم من يتجول ومنهم من يدخل داخل المبنى للاستعداد. أيضا هناك السياج الحديدي الذي يعني امتد لمئات الأمتار ليحيط بهذا المبنى الضخم. كذلك أيضا هذه هي الاستعدادات اللوجستية، كذلك أيضا بالحديث مع بعض أفراد الشرطة قالوا بأن هناك بعض التظاهرات سوف تبدأ حوالي الساعة 1 بتوقيت بنسلفانيا، أي بعد أقل من ساعة من الآن. هناك ترقب كبير من قوات الشرطة لهذه الأعداد التي سوف تكون ربما بالمئات، ليس فقط للحرب في غزة ولكن لأسباب أخرى قد يكون منها أيضا الاعتراض سواء على ترامب أو حتى الاعتراض على كاميلا هاريس. أما بالنسبة للاستعدادات من كلا الحملتين وعلى رأسهم بطبيعة الحال هاريس وترامب، كانت هاريس رغدة كانت قد جلست في فندق في بيتسبرغ، هذه المنطقة التي لا تبعد كثيرا عن يعني هذه المنطقة لا تبعد كثيرا عما نحن متواجدون الآن، وكانت بالتركيز على التي الكلمات والجمل التي سوف توجهها إلى دونالد ترامب. جاءت أيضا ABC قد وضعت شروطا لهذه المناظرة، منها على سبيل المثال أنه لن يسمح لكلا الطرفين بتقديم أي أسئلة أو توجيه أي أسئلة للآخر، كذلك أيضا لن يتم التواصل مع أي من الحملتين مع المرشحين طيلة 90 دقيقة. كذلك أيضا ترامب هو الذي سوف يختتم هذه المناظرة بالبيان الختامي، طبقا لأنه هو من فاز بالقرعة والتي كانت يوم الثلاثاء في 3 سبتمبر. يعني كاميلا هاريس كما تقول أيضا الأخبار ووكالات الأنباء الأمريكية رغدة عليها أن تقوم بتقديم نفسها أمام الشعب الأمريكي. نعم. هناك نقاط قوة يدخل بها دونالد ترامب هذه المناظرة، منها على سبيل المثال الملف الاقتصادي يتفوق بعض الشيء في النقاط واستطلاعات الرأي ليصل إلى 9 نقاط. هناك أيضا قضايا الهجرة هو أيضا يتفوق فيها، والحدود بين
المكسيك، وكذلك أيضا الحرب والتعامل مع إسرائيل. كل هذه القضايا كما تتحدث بعض الأخبار أنه يتفوق على هاريس، ولكن أيضا كاميلا هاريس هي الأخرى لها من النقاط ومن الأسلحة إن صحت هذه الكلمة في هذه المناظرة يعني الكثير، حيث أنها تقترب كثيرا من الطبقة المتوسطة، تقترب أيضا من النساء. هناك أعداد كبيرة قد قمنا بالحديث معها رغدة، وأغلبهم من النساء والفتيات، جميعهم يؤيدون هاريس بشكل يعني مستغرب بعض الشيء. وعندما تم سؤالهم حتى إذا لم تبلي بلاء حسنا في هذا السباق أو هذه المناظرة تحديدا، قالوا سوف نستقل القطار، هكذا كان التعبير، سوف نظل في قطار هاريس إلى النهاية. على أي حال يعني هذه المناظرة سوف تكون ساخنة للغاية طيلة 90 دقيقة بدءا من الساعة 9 يعني توقيت فيلادلفيا. بالتأكيد ستكون لنا معك متابعة اللاحقة طبعا أثناء هذه المناظرة أو بعدها. شكرا جزيلا لك ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من فيلادلفيا. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن الدا يعقوب، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية. سيد يعقوب، الحملات الانتخابية كشفت عن البرامج لكلا المرشحين، بالإضافة إلى أنه تم بحث نقاط القوة والضعف أيضا لكلا المرشحين في الكثير من الوسائل الإعلامية. ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه الطرفان خلال هذه المناظرة إذن؟ أهلا وسهلا. هذه المناظرة كما أشرتم فعلا هي مناظرة مفصلية وحاسمة، خصوصا أنها المناظرة إلى حد الآن الوحيدة بين هاريس وبين ترامب. المفصلي في هذه المناظرة هو القدرة على التحكم ما بين هاريس وترامب واللعب على الأعصاب والاستفزاز، لأننا نعلم جيدا أن ترامب سيحاول أن يذهب إلى الأمور الشخصية وحشر هاريس في رؤية أنها الرفيقة وأنها ذات أفكار اشتراكية، بينما ستحاول هي استفزازه بأنه متابع قضائيا وبأنه مدان وبأنه شخصية غير نظيفة. فعليا كان لكتم أصوات الميكروفون ربما أمر جيد، لأننا لن نسمع تعليق ترامب أو هاريس، لكن تعابير الوجه ومدى الاستفزاز سيكون هو المحدد لمن ستكون له الغلبة في هذه المناظرة الساخنة جدا. نعم، هل ما زال الاقتصاد هو المحرك للناخب الأمريكي، وهو الذي يبحث عن من المرشحين يمكن أن يقدم له مزايا أكثر؟ فعليا الاقتصاد هو أهم الملفات في هذه المناظرة، ولعب الطرفان على هذا الملف، وإن كان في الولايات المتأرجحة يتفوق ترامب في معالجته للاقتصاد، خصوصا أن لدينا ارتفاع في سعر الفائدة والتضخم وارتفاع الأسعار، وأن الملف الذي قدمته أو السياسة العريضة لهاريس التي قدمتها إلى حد الآن لم تحسم الأمر، وكانت ضبابية جدا فيما كان واضح جدا مدى تعامل ترامب مع الملف الاقتصادي، ويناغي الأمريكيين بفترته السابقة حيث كان وضع الاقتصاد أفضل وتعهد بإلغاء بعض الضرائب عن بعض الأعمال غير المصنفة وكذلك برفع الرواتب، وهو أمر حاولت هاريس أن تتداركه بالتأكيد على أنها ستكون ذات صاحبة سياسة اقتصادية صعبة في وجه أصحاب رؤوس الأموال. كان هناك عدد من التصريحات خلال الحملة الانتخابية لترامب أغضبت عدد ليس بالقليل من السيدات والنساء، هل يمكن إصلاح ذلك أم أنه نقطة ضعف يمكن أن تستخدمها كامالا هاريس؟
ترامب يعمل حاليا على أن يصلح الأمر، لأننا شاهدنا لديه تصريحات تتراجع عن تلك الحدة فيما يتعلق بمسألة الإجهاض، وقال بأنه ستكون هنالك حلول وسطية، وأيضا يعمل على ورقة جيدة وهي الحفاظ على المجتمع من خلال البعد عن بعض الأمور التي يؤيدها الديمقراطيين، وهي تدريس المناهج بتحويل الرجل إلى أنثى أو غيرها من تلك الأمور في مدارس الأطفال، وهي سياسة قوية تجذب إليه الأسر وخصوصا من الأمهات. بالتالي أعتقد أنها مسألة ستكون موجودة. شكرا يعقوب، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. في أخبارنا الأخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية، وإن موسكو تستعد لاستخدامها في أوكرانيا خلال أسابيع ضد الأوكرانيين. وأشار بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في لندن إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على طهران لتجاهلها التحذيرات الغربية بهذا الشأن ولإرسالها صواريخ إلى روسيا. هذا فيما نفت إيران أنباء إرسالها صواريخ إلى روسيا ووصفتها بالدعاية الزائفة والمضللة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سيطرت على مدينة كريسنوغروفكا في شرق أوكرانيا، إضافة إلى 3 قرى في أجزاء مختلفة من منطقة دونياسك. يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح مؤخرا بأنه يعتزم السيطرة بالكامل على منطقة دونباس الصناعية الكبرى في شرق أوكرانيا التي تضم دونياسك. بداية الاقتصاد من العراق، حيث قال مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إن بلاده ستواجه أزمة في الموازنة العام المقبل بسبب انخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. تعكس المخاوف بشأن موازنة 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية، إذ تتخذ أسعار الخام اتجاها نزوليا منذ منتصف عام 2022، ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك، يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في إيراداته. تراجعت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي بأكبر قدر في أكثر من عامين، مع هبوط الأرباح وتزايد تشاؤم الشركات بشأن آفاق المبيعات والاقتصاد. وانخفض مؤشر التفاؤل الصادر عن الاتحاد الوطني للشركات المستقلة بمقدار 0.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022، وأدى الانخفاض إلى محو ما يقرب من نصف التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الأربعة السابقة. أيدت محكمة العدل الأوروبية قرار الاتحاد الأوروبي بتغريم شركة جوجل 2,700,000,000 دولار وإثر خسارة الشركة الأمريكية دعوى قضائية لإسقاط الغرامة القياسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل 7 سنوات. وفقا للدعوى، تستغل الشركة هيمنتها على محرك البحث التابع لها لإظهار منتجاتها في مقدمة نتائج البحث، الأمر الذي يخالف قواعد منع الاحتكار في قوانين الاتحاد الأوروبي. At the right to go down.
يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، مواجهة يبحث خلالها حسام حسن مدرب الفراعنة عن فوز ثان على التوالي بالتصفيات رغم الغيابات المؤثرة في صفوف مصر. يخرج منتخب مصر في مهمة صعبة داخل أدغال القارة السمراء وتحديداً في بوتسوانا، عندما يحل ضيفاً على منتخب بلادها ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025. ويطمح الفراعنة تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن لاستعادة الأمجاد في القارة السمراء، حيث تغيب كأس الأمم الإفريقية عن الخزائن المصرية منذ نسخة عام 2010 في أنغولا. منتخب مصر بقيادة نجمه العالمي محمد صلاح كان قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على كاف فيردي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، شهدت أداء رائعا ربما كان الأفضل للفراعنة منذ زمن بعيد رغم كل الظروف المعاكسة من إصابات وغيابات للاعبين بارزين عن القائمة والتشكيلة الأساسية. منتخب الفراعنة يدخل المواجهة منقوصا من عدد كبير لأبرز نجومه، على رأسهم مصطفى محمد وعمر برموش وإمام عاشور بسبب الإصابة، ومحمد عبد المنعم للاعتذار، وأحمد حجازي للاستبعاد من المعسكر، ما يضع حسام حسن في حيرة من أمره لعلاج ذلك النقص دون التأثير على انسجام وقوة أداء المجموعة والمنتخب ككل، لا سيما وأن المباراة مهمة للغاية وخارج الديار، والفوز بها يعني فتح الطريق المباشر نحو الصعود للكان، بالإضافة لضرب عدة عصافير بحجر واحد، أهمها الفوز الثاني على التوالي ووضع قدم في الصعود للبطولة والتغلب على أزمة الغيابات المؤثرة ومنح مزيد من الثقة والدعم لحسام حسن وجهازه. ويقع المنتخب الأكثر مشاركة في بطولة الأمم الإفريقية وصاحب الرقم القياسي في التتويجات بسبعة ألقاب في المجموعة الثالثة إلى جانب كاف فيردي وبوتسوانا وموريتانيا. وضمن التصفيات ذاتها حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة جنوب إفريقيا وجنوب السودان، بينما تعادل منتخب نيجيريا سلبيا أمام نظيره الرواندي، وتغلب منتخب موزمبيق على غينيا بيساو بهدفين مقابل هدف. ونتحول لمنافسات الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، حيث تغلب منتخب السعودية على نظيره الصيني بهدفين مقابل هدف، وحسم التعادل السلبي مواجهة إندونيسيا وأستراليا، بينما تعادل منتخب قطر أمام كوريا الشمالية بهدفين لكل منهما. بهذا نكون وصلنا إلى ختام جولة الأخبار، شكرا جزيلا لك أحمد. شكرا رغدة، نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.